صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم 27 لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية. جاء في المادة الأولى من القرار أنه تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية تتبع المجلس الأعلى للصحة، وتشكل من ممثلين عن الجهات التالية على أن تمثل كل جهة بطبيب وصيدلي على الأقل: وزارة الصحة، الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، مستشفى قوة دفاع البحرين، مستشفى الملك حمد الجامعي، صندوق الضمان الصحي، مركز البحرين للأورام، مركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، المستشفيات الحكومية، مراكز رعاية الصحة الأولية، الجهة المسؤولة عن تخزين وتوزيع الأدوية.